سامي، دي قناة المعادي عاصمة القاهرة. الفيديو دوت برعاية شركة فوم، واللي معرفش شركة فوم هي شركة لتوصيل الطلبات للمنازل، هتلاقي رابط الابليكيشن بتاعها في أسفل الفيديو. أتمنى إن أنتوا تجربوها لأن هي شركة جديدة لسه فاتحة في المعادي وبتقدم خدمة مميزة. النهاردة إحنا معانا 50 شقة إيجار قديم في المعادي، وده طبعا مجهود، يعني ما تتخيلوش أنا تعبت قد إيه عشان أجمع ال 50 شقة دول. طب وطبعا انا مش مجمعهم لوحدي، احنا معانا اكتر من حوالي 12 بروكر في المعادي و12 مكتب في المعادي مساعدنا ان احنا نجمع الحاجات دي. انا عملت الفيديو ده ليه؟ لان في ناس كتير قوي في المعادي فاكره ان هي ممكن تلاقي مثلا شقه ايجار قديم في الزهراء في المعراج. من يميت حوالي فتره كده كان في حد بيكلمني من الامارات فاكر ان هو مثلا ممكن يجيب شقه ايجار قديم على كورنيش المعادي. طبعا انا لازم اوضح ايه الاماكن اللي ممكن نلاقي فيها شقه ايجار قديم. اول منطقه هي منطقه عرب المعادي، تمام، تحديدا عرب المعادي وميدان ابو عبده والمنطقه اللي فيها المحكمه. المنطقه دي كلها مليانه شقق ايجار قديم. تاني منطقه هي منطقه حدائق المعادي، فرج يوسف وحسنين دسوقي وشارع الثوره، وكل المناطق دي برضه فيها شقق ايجار قديم. تالت منطقه هي منطقه السوق القديم، شارع حجازي والشوارع المحيطه بيها برضه هي دي المنطقه اللي فيها شقق ايجار قديم. والتلات مناطق دول مناطق شعبيه عشان الناس تبقى حابه فاهمه حاجه زي كده، كل المناطق دي مناطق شعبيه، بس هي دي للاسف المناطق اللي هتلاقي فيها شقق ايجار قديم. طب ليه الايجار القديم غالي وليه الناس صعب ان هي تلاقي ايجار قديم اليومين دول؟ هحكي لكم حاجه صغيره كده. بس كان من قيمه حوالي سنه كان في عميل معايا كان عنده شقه ايجار قديم حابب ان هو يبيعها، راح لصاحب البيت قال له ان انا عايز اسيب الشقه، طلب منه تغيير عقد 20,000 جنيه غير ان هو صاحب الشقه كان عايز 50,000 جنيه عشان يمشي، فالشقه زاد سعرها من 50,000 جنيه ل 70,000 جنيه. فطبعا ده صعب على اللي هيجي يشتري، عشان كده ما بقاش في حد دلوقتي عنده شقه ايجار قديم عايز يسيبها، لان حتى لو سابها صاحب البيت مش هيأجرها تاني ايجار قديم، هيأجرها قانون جديد. فهو مش تكاسل من الشركات ان هي ما بتشتغلش على القانون القديم، بس هو الفكره ان فعلا ما فيش شقق ايجار قديم. بس فانا دي النقطه اللي انا ازاي تتواصل معانا وازاي تقدر تعرف تفاصيل عن الشقق اللي احنا بنقدمها لكم. هتقدر تسيب رقمك في كومنت واحنا هنتصل بيك، تمام. لو انت بتتفرج علينا من على اليوتيوب هيكون الموضوع سهل بالنسبه لك، لو انت داخل من على الفيسبوك فمش هتقدر تكتب كومنت، لازم تخرج من الفيسبوك وتخش على ابلكيشن اليوتيوب وتكتب في السيرش المعادي عاصمه القاهره، هتظهر لك القناه بتاعتنا، تقدر من خلالها ان انت تكتب كومنت او تشترك في القناه. طبعا بدعوكم ان انتوا تشتركوا في القناه لان احنا بنتكلم عن المعادي واي شيء بيخص المعادي، ومعانا شقق ايجار قديم وايجار جديد وشقق مفروش وشقق تمليك بسعر كويس. فلو حابب ان انت مهتم باللي احنا في النهايه حابين نشكر برضو شركه فوم، وانصحكم ان انتوا تجربوها، وهتلاقوا رابط الابليكيشن في وصف الفيديو. شكرا.